مهما نجرب مطابخ كتير، أمريكاني، صيني، حتى إيطالي، بنرجع ونحن لمطبخنا المصري الأصيل. علشان كده اخترت النهاردة نعمل مع بعض كفتة الرز المصري. في مطحنة التوابل هنحط كوبايتين رز مغسولين ونقعين لمدة نص ساعة ومتصفيين ونشفين كويس قوي. هنطحن الرز لحد ما نخليه ناعم قوي. وادي الرز بعد ما طحناه ناعم جدا. هنجيب كبة ونحط فيها بصلاية مفرومة، عليها فلفل اسود ورشة ملح وجوزة الطيب ورشة قرفة وبهارات لحمة، ونضربهم، وعليهم فصين ثوم مفرومين، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة، وهضربهم تاني. نضيف الرز المطحون ونضربهم تاني، واخيرا عليهم نص كيلو لحمة مفرومة ونضربهم تاني. اول ما تتجمع معانا في جنب واحد يبقى هي كده جاهزه، ونبدا نفضيها في بوله. وعلشان تبقى سهله علينا جدا في تشكيلها، هنبل ايدينا زيت ونبدا نعملها اشكال، صوابع، كور، زي ما احنا عايزين. انا شكلتها بطريقتين، عملت منها صوابع وعملت منها كور صغيره، وكل واحده فيهم هعملها بطريقه مختلفه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه الصوابع، هجيب صاج بيخش الفرن عليه شبكه، وهبدا ارص عليه الصوابع الكفته اللي انا عملتها، فرشه ندهنها بالزيت. خلاص الكفته دلوقتي جاهزه معانا تدخل الفرن. هندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما تاخد لون، وهي في الفرن هنبدا نجهز الصلصه بتاعتها. هنجيب طاسه نحط فيها زيت، وعليها بصلايه مفرومه، وعليهم فصين ثوم مفرومين، ونحط عليهم عصير الطماطم، عليهم فلفل اسود وملح، بهارات لحمه، رشه جوزة الطيب وقرفه. ودلوقتي هنعمل طريقه ثانيه لكرات الكفته اللي عملناها، هنعملها بالبطاطس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في طاسه ثانيه هنحط زيت، عليهم بصلايه مفرومه، ثوم مفروم، بطاطس مكعبات، كرات الكفتة، وعليهم المرقة، ونتبلهم بملح، فلفل اسود، جوزة الطيب وبهارات لحمة، ونقلبها ونغطيها لحد ما تستوي. بعد ما الكفتة اللي دخلناها الفرن اخدت لون، هنبدأ نحطها في الصلصة اللي جهزناها ونغطيها ونسيبها لحد ما تستوي. الكفته بالبطاطس جهزت، تعالوا نقدمها. وكمان الكفته بالصلصه جهزت، برضو نقدمها. الاكلات المصريه مش بس طعمها حلو، الا انها مرتبطه معانا بمناسبات سعيده. انا بالنسبه لي اساسيه في ليله العيد. جربوها واستمتعوا بطعمها وكمان ذكرياتكم معاها. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.